الحقيقه النهارده الجمهور كان عامل شكل رائع جدا، ولو عندك الفيديوهات بتاعت التبرع بالدم برضو يا سمير لو سمحت حطها لنا واحنا بنتكلم، لانه الحقيقه برضو يعني درس من جمهور الاهلي كالعاده الحقيقه، وتفاني ومسانده ودعم لاشقائنا في فلسطين، وده من خلال اتفاق النادي الاهلي من اليومين اللي فاتوا. فيديو اهو اتفضل. اتفاق النادي الاهلي فيما يخص طلبه من وزاره الصحه بان تكون هناك 6 عربيات للتبرع بالدم في محيط الاستاد، والحقيقه وزاره الصحه مشكوره تفضلت بالتواجد وعدد كبير من جمهور النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين يعني بيتبرع للدم ما بعد المباراه، ده يعني قبل المباراه كان في عدد كبير ايضا، وما بعد المباراه زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله تكون حاجه حتى يعني على قد ما بنقدر اخواتنا، بندعم اخواتنا في واشقائنا في فلسطين.